اولا كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. بمناسبه مولد سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان عاوزه ابعت رساله للمدعين والكذابين باسم الدين اللي هم ابعد ما يكونوا عن الاسلام واخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، لانهم ناس الحقيقه الرحمه اتشالت من قلوبهم وعقولهم مغيبه، ماشيين ورا الشيطان. وفي عز ما احنا بنحتفل بذكرى مولد النبي الشريف وبنوصي باتباع سنته واخلاقه، هم ما كانش عندهم اي مانع للقتل والتدمير. اخرها امبارح التفجير اللي عملوه في شارع الهرم واللي استشهد فيه شباب زي الورد من ولادنا في الشرطه، وكانوا واقفين بيشوفوا شغلهم وبيحمونا، والحامي هو ربنا سبحانه وتعالى في الجنه ان شاء الله. وبالمناسبه دي بعزي كل اهالي الشهداء وبقول لهم انتوا اقوى من الجبناء دول، وان شاء الله مصر قادره عليهم وعلى اللي بيمولوهم. يا جماعه مش الدين الاسلامي بس اللي بينهي عن الدم، لا ده كل الاديان السماويه بتنهي عن قتل الناس. وسيدنا محمد اللي انتوا فاكرين نفسكم حاملين الرساله من بعده، احب اقول لكم النغمه دي خلاص بقت منتهيه. انتوا ناس بتفكروا بعيد عن الدين اساسا. وعشان ما نظلمش الدين والتدين، انتوا يعني سكتكم معروفه هي الارهاب والسلاح، وربنا اسمه المنتقم الكبار قادر يخلص العالم من شروركم.